وسخات المغرب وسخاته بصح ماشي كذوب وسخات المغرب كتعاير الناس اللي ما وصلاتهمش كتعاير الناس اللي ما لحقاتهمش فهمتي وهي وسخات المغرب كان داك الميدان اللي عندها هي ما كانش دير هادشي كامل بحال بحال خوتها علاش عطاتك 50 مليون وتلقوها ما تلقوهاش تبقى تم علاش اخرين ما تلقوهمش يا بو حدا اللي تلقوها عطات الفلوس حدا لا ما تحيد ليها كلشي داك السهام اللي باقي عندها تحيدو فنانه تبقى فنانه ممثل يبقى ممثل فنان يبقى فنان هي اش قلب على هادشي هذوك اصحابات هذوك مسيرينها بحالها بحالهم هذوك بحالها بحالهم كاع اللي كيقول بات ما دارت والو بحالو بحالهم هي والدين في التقال المغرب تحترمو حيت حنا مغربنا زوين الصراحه نقول لك انا من قلبي خالص ما فيهش تحريميات بلادنا ما فيهاش الفوضى صريح شوف ما كتنزل الهضره ما كتوصل الهضره الا كاينه صحيحه ما كاينش شي واحد عاد انت غادي نعاد فيك واحد الا فيك شي حاجه ما ينعادش فيك كذوب كينعاد فيك بالصح اي حاجه كوقعت في المغرب كاينه بالصح ماشي كذوب باطمه مشات مع هذاك وتبعات الفلوس وتبعات الشهره ديالها ما كملتهاش كملت على الفلوس هي تبعها الفلوس